أما الكتاب الذي أتشرف اليوم بتقديمه لكم فهو الشعبوية أو الخطر الدائم الصادر عن المركز الثقافي للكتاب في طبعته الأولى خلال هذه السنة في 349 صفحة. لماذا الشعبوية؟ يجيب الكاتب: لأنها ظاهرة عالمية تتهدد الديمقراطية وتتوعد العيش المشترك وتنذر بالعداء بين الجماعات وتقوم على شيطنة المجتمعات، وهي تتنامى بشكل سريع وتمنح الاتجاهات الشعبوية في عدد من الانتخابات التي جرت في عدد خلال هذه السنة في كل من هنغاريا والسويد وإيطاليا، فضلا عن امتداداتها في فرنسا والبرازيل. لم تعد الشعبوية حالة عرضية كما يقول الكاتب، بل أخذت تكتسح العالم في أشكال عدة، ولا يبدو لحد الآن خصوصا بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أي علامات لانكماش أو ظهور الاتجاهات الشعبوية سواء في أوروبا أو في العالم أو في الهند أو حتى في العالم العربي. فبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تحت تأثير حزب سياسي شعبوي وحزب الاستقلال، وبعد ظاهرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يستعرض الكاتب مجموعة من النماذج التي تقع تحت إغراء الشعبوية. فقد حاز اليمين الفرنسي بقيادة ماري لوبين على نسبة 42% من أصوات الناخبين في انتخابات أبريل 2022، كما حاز مرشح الشعبوية اليسارية جون لوك ميلونشون على الرتبة الثالثة في الدور الأول لنفس الانتخابات. وفي هنغاريا عاد الشعبوي فيكتور أوربان ليقود هنغاريا لولاية ثالثة بعد انتخابات أبريل 2022. وفي السويد اكتسح اليمين المتطرف هو حزب ديمقراطي السويد القريب من الطروحات النازية ليصبح القوة السياسية الثانية. وفي إيطاليا برزت زعيمة حزب إخوة إيطاليا جورجيا ميلوني ووصلت لرئاسة الحكومة، مما أعطى شحنة قوية للاتجاهات اليمينية في أوروبا التي بدأت تنسق فيما بينها لتأسيس أممية شعبوية، كما ظهر في اجتماع الأحزاب اليمينية المتطرفة في مدريد بتاريخ 10 أكتوبر 2022 بدعوة من حزب فوكس الإسباني. دعت خلاله ميلوني إلى تأسيس تنظيم فوق وطني تحت اسم مواطني أوروبا والتركيز على أوروبا بيضاء ومسيحية. وفي الهند أيضا ازدادت شعبوية الحزب الحاكم حدة. وفي العالم العربي استوت عناصر الشعبوية في تجربة نموذجية وهي تجربة تونس، وهناك حالات جنينية في بلدان عربية أخرى من حالة مقتضى الصدر في العراق طبعا حسب الكاتب دائما الأستاذ حسن أبو. إذن هو اهتمام المشروع بدائرة تستحق الفهم والتحليل انطلاقا من مناهج العلوم الاجتماعية والسياسية، وهو ما نجح في القيام به الأستاذ حسن أوريد عبر خطاطة منهجية موزعة على 5 أجزاء: جذور الشعبوية وأشكالها، الشعبوية والوجه الآخر للعولمة، أشكال الشعبويات، القواعد الناظمة للشعبوية، إغراء الشعبوية في العالم العربي. نجح الأستاذ حسن أوريد في استعراض سيل هائل من الأبحاث والدراسات الأجنبية التي اهتمت بالظاهرة الشعبوية ودخل معها في جدل علمي وسجل اتفاقه مع بعضها واختلافه مع بعض الآخر، مع تسجيل ندرة إن لم نقل تقريبا حالة معدودة على رؤوس الأصابع من الأبحاث بالدراسات باللغة العربية. ينطلق الكاتب من محاولة الحاضر الأصل بالخصائص المميزة للظاهرة الشعبوية، فهي ظاهرة من غير متن إيديولوجي ومن غير مرجعية نظرية على خلاف إيديولوجيات كبرى التي هزت العالم مثل الشيوعية والنازية والفاشية وغيرها. إنها طوباوية من نوع مغاير، طوباوية تبشر بالعودة للشعب واستعادته للسيادة التي انتزعت منه من قبل النخب أو النخبة. وهذه هي الخاصية الثانية: تمجيد الشعب باعتباره ظاهرة نبيلة وادعاء التمثيل الحقيقي له في مقابل تحقير النخبة السياسية وتخوينها واعتبارها ظاهرة سيئة. وكما يمكن أن تكون الشعبوية تعبيراً عن الوجه الجديد للفاشية، فهي تنبعث أيضاً كنقد لزيغ وانحراف النيوليبرالية في صورة شعبوية يسارية، فتكون متحوراً عن الخطاب الماركسي. وهنا يتفق الباحث مع العديد من الباحثين الذين يرون بأنه لا توجد إيديولوجية شعبوية، ولكن كل خطاب شعبوي فيه جوانب إيديولوجية. فالخطاب الشعبوي يمكن توظيفه واستخدامه من قبل جميع الإيديولوجيات، فيمكن لليمين أن يكون شعبوياً كما يمكن لليسار أن يستخدم الخطاب الشعبوي أيضا. الخاصية الأخرى للشعبوية هي طبيعتها السلبية أو طبيعتها الرافضة، فالشعبوية لا تقدم بديلا سوى الوقوف
على المظاهر السلبية في الواقع ونقد مظاهر الانحراف والفساد فيه وإلقاء المسؤول على النخبة السياسية والتجني عليها بالموازاة مع رسم صورة هلامية للشعب وتمجيده دون اقتراح الأدوات والميكانيزمات التي يستطيع بها التعبير عن إرادته من داخل المؤسسات. بل إن الخطاب الشعبوي هو خطاب يستهدف المؤسسات التمثيلية ويشكك في مصداقيتها ويعتبر أن الشعب قادر على أن يحكم نفسه بنفسه. هذه الفكرة تجرنا إلى الخاصية الموالية للظاهرة الشعبوية وهي اختزال الشعب في القائد المخلص أو رجل الأقدار الذي يستند على الشرعية الشعبية ليواجه ما يسميه بفساد النخبة، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تعطيل المؤسسات، أو بتعبير الباحثين ستيفان ليفينسكي ودانيال زيبلات إلى نسف الديمقراطية سوفيرسيون دو لا ديموكراسي. وكمثال على ذلك عندما طالب تشافيز الشعب الكوبي بالولاء المطلق قائلا أنا لست نفسي، أنا لست فردا، أنا الشعب ولا ينقذ الشعب إلا الشعب وأنا سأكون أداته. ومثال آخر من خطاب دونالد ترامب بعد فوزه بالرئاسة حينما قال إن من انتصر هو الشعب، الشعب فاز بالبيت الأبيض. فالقائد الشعبوي يؤكد دائما أن شخصه تجسيد للشعب، وهو ما يؤدي بنا للحديث عن الخاصية الموالية وهي خاصية السلطوية. فالسلطوية ملازمة للشعبوية إما كمنطق أو كنتيجة لما يسميه الكاتب بتوعك الديمقراطية التي تبرز عندما تخفق أو تخفق المؤسسات الوسيطة في تمثيل الشعب. وهنا يميز الكاتب بين السلطوية والاستبداد وبين السلطوية والديكتاتورية، ويعتبر بأن السلطوية هي منظومة لا تنحصر في مستبد يحكم بمزاج أو ديكتاتوري لا يتورع من الأساليب الفجة، ولكن في بنية يكون الحاكم وجهها البارز مع أدوات متغلغلة في الجسم السياسي والإعلامي والمدني مع قوة ضاربة للمخابرات وأسلوب يبقي على واجهة الديمقراطية وممارسة مخاتلة تزعم احترام القانون ونزاهة القضاء مع امتحال للقانون عند الضرورة. ومن خلال فصول الكتاب يتتبع الكاتب الأشكال الأولى للشعبوية، حيث خرج هذا المصطلح من رحم روسيا القيصرية في القرن التاسع عشر، حيث كانت الشعبوية الروسية نواة لحركتين هزت العالم آنذاك، حركة الفوضويين الزانارشيست والثورة البولشفية سنة 1917، كما ظهرت في فرنسا مع الجنرال المتمرد بولونجي سنة 1871 مع هزيمة فرنسا أمام بروسيا، هذا الأخير الذي يشكل مصدر إلهام لمرشح الرئاسة اليميني المتطرف إريك زمور، كما ظهرت سنة 1892 بالولايات المتحدة الأمريكية مع حزب الشعب الذي كان تعبيرا عن طموحات صغار الفلاحين وعمال المناجم. كما تطورت الظاهرة الشعبوية في أمريكا اللاتينية أو بتعبير جيرمت الشعبوية المعززة أو المعززة بوبوليزم كونسوليدي، وهي التجربة التي انتقلت من الخطاب إلى الحركة وتبلورت في تنظيمات ومؤسسات وتحولت إلى إيديولوجية للدولة، كما هو الشأن مع حركة بارغاس في البرازيل 1927 وتجربة بيرون في الأرجنتين 1943. وفي محاولة لبحث ما بين الشعبوية والفاشية من اتصال وانفصال يرصد الباحث الاتجاهات النقابية في إيطاليا في نهاية القرن التاسع عشر أو ما يسمى بالنقابرية مع أرتورو لابريولا، ثم الوطني فيها مع أوريكو كوراليني. كلا الاتجاهين النقابي والوطني ساهم في إفراز التجربة الأولى للفاشية مع النقابي موسوليني. وبعد إبراز تأثير العولمة والليبرالية الجديدة في ظهور الشعبوية، يستعرض الكاتب أشكال الشعبويات بدءا بالشعبويات اليمينية في أوروبا الغربية وفي دول أوروبا الوسطى في كل من بولونيا وهنغاريا وجمهورية تشيك وسلوفينيا، ثم مع دونالد ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يعتبره قوة الدفع الثانية للشعبوية بعد البريكسيت. ويحلل السياق الذي أفرز هذه الظاهرة قبل أن يستعرض مخاطر ترامبية على النظام الديمقراطي. كما يرصد الباحث الشعبوية اليمينية غير الغربية وتحديدا في الهند مع تجربة الوزير الأول ناريندو مودي رئيس حزب الشعب الهندي المتطرف الذي وصل إلى السلطة سنة 2014، أو في الفلبين مع تجربة رودريغو دوتيرتي، أو في البرازيل مع العسكري السابق جاير بولسونارو
الذي انتخب رئيسا في سنة 2019. ثم يعالج كاتب على الشعبوية اليسارية مع حزب بوديموس في إسبانيا وحزب سيريزا في اليونان وتجربة تشافيز في فنزويلا. كما يستعرض بالدراسة والتحليل تجربة حركة خمسة نجوم بإيطاليا كنموذج للشعبوية المزيج بين الاتجاه الشعبوي والبنية التكنوقراطية. ثم ينتقل لتحليل ظاهرة أردوغان بتركيا وبوتين بروسيا ويصنفهما كتعبير عن الشعبوية الهجينة التي ليست يمينية ولا يسارية ويتعيش وضعاً مضطرباً بين ماضي الإمبراطوري لم تتخلص من إغرائه وحاضر يحول دون مراميها للإطلاع بدور تاريخي. وعلى ضوء كل ما سبق يستنتج الكاتب عناصر الشعبوية وملامحها العامة ويعتبرها نتيجة للوعكة التي أصابت الديمقراطية وللسياسية الجديدة التي أصبحت معها السياسة شأناً تدبيرياً يوكل للتكنوقراط بناء على إيديولوجيا النيوليبرالية ومزاعم الفعالية والعقلانية، وهو ما أدى حسب الكاتب إلى موت السياسة وتحلل السرديات الجامعة والمعبئة وتراجع القوة التعبوية للهيئات الوسيطة من أحزاب ونقابات وجمعيات المجتمع المدني، إضافة إلى زيغ الاقتصاد والأزمة الاقتصادية مما أدى إلى أزمة اجتماعية واستفحال خطاب الهوية بالتزامن مع الثورة الرقمية التي أدت إلى فيض في المعلومة مقابل شح في المعرفة، ومن وعكة الديمقراطية إلى خطر النكسة وهو ما نبهت إليه جموع الغلاء وهي تقتحم الكابيتول الكونغرس الأمريكي صباح 6 يناير تعبيرا منها عن رفض نتائج الانتخابات. وهنا تتحول الشعبوية من عرض إلى سبب قادر على نسف الديمقراطية من داخلها. إن خطر ما يسميه الأستاذ حسن أولي بالشعبوية الديمقراطية هو احتكار الحق في الحديث باسم الشعب كما ذهب إلى ذلك يان مولير، وتقويض الديمقراطية ديموكراتيزاسيون بشكل تدريجي بطريقة لا تظهر للعيان عبر سلسلة من الإجراءات المتدرجة، منها الزعم باحترام الديمقراطية واحترام الدستور والتعددية ودرء أخطار المحدقة نظرية المؤامرة ومحاربة الفساد، وينتهي الأمر في نهاية المطاف إلى حكم شخص واحد وتغيير قواعد اللعبة، وتنتهي الديمقراطية إلى حالة هجينة تبقي على ظاهر الديمقراطية وعلى ممارسات سلطوية هي ما يسميه الكاتب بالديمكتاتورية كما في حالة أوروبا الشرقية، أو ما يسميه بتوعك الديمقراطية كما في الديمقراطية الغربية. أما في حالة أخرى فتفضي إلى سلطوية واضحة تسمى السلطوية الجديدة، بل قد تصل إلى فاشية كما في حالة الهند. أما الشعبوية في العالم العربي فيرى الكاتب أنه من العسير أن نجري عليها القوالب ذاتها التي ارتسمت في كل من أوروبا الغربية أو الوسطى أو في أمريكا اللاتينية. ففي رأي الأستاذ حسن أولي لم تبلغ الاتجاهات الشعبوية في كل من أوروبا الغربية أو الوسطى أو في أمريكا اللاتينية ففي رأي الكاتب لم تبلغ الاتجاهات الشعبوية السلطة في العالم العربي، لأن الحالات التي برسها الأستاذ حسن أولي هي الحالات الشعبوية التي وصلت إلى السلطة في العالم العربي باستثناء تونس مع تجربة الرئيس قيس سعيد التي خصص لها فصلا كاملا. ولكن العالم العربي يعيش حسب شانتال موف لحظة شعبوية عقب ما يعرف بالربيع العربي، ولكنها شعبوية مائعة تنحو فيها السلطات إلى أساليب شعبوية كما يحبل العالم العربي باتجاهات ديماغوجية وغوغائية أو دهمائية، وتنتشر الخطابات الشعبوية في الحياة العامة من خلال أدوات التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا. ولم تكن الديمقراطية عنصرا من عناصر الفعل السياسي في العالم العربي وما يرتبط بها من مرجعية فكرية، السيادة الشعبية، العقد الاجتماعي، المواطنة، الحرية، الاختلاف، حرية التعبير، ربط المسؤولية بالمحاسبة، بل ظل العالم العربي في الإطار الهوبس نسبة إلى توماس هوبس. الأمن أولا والتحذير من الفتنة، بيد أن شعار الأمن أولا بقي في دائرة الأمن أولا وأخيرا مما يفضي دوماً إلى حكم مطلق تتغير أشكاله ولا يتغير جوهره ولو تسربل بمزاعم الديمقراطية أو تضرع بالشورى. ويستعرض الأستاذ حسن أوليد مظاهر الاستبداد من جهة ومظاهر المطالبة بالديمقراطية من جهة أخرى في البلدان العربية، مع تحليل العوامل المتعلقة بدور القوى الكبرى ولا سيما الدور الأمريكي وتأثير أحداث 11 سبتمبر في والأزمة الاقتصادية لسنة 2008. ويتوقف بالتحليل عند 3 لحظات تشرح الحاضر وتحمل إرهاسات المستقبل، هي لحظات تتضمن الإغراء الشعبوي حسب السوسيولوجي التونسي حمادي الربيسي
لكنها لم تفضي لبناء جديد. لحظة الربيع العربي، لحظة أفول الإسلام السياسي، لحظة انتعاشة الربيع العربي مع الموجة الثانية للحراك في حلول الجزائر والسودان، طبعا قبل الأحداث الأخيرة التي يعرفها السودان. هناك مادة الآن موجودة في الميدان للبحث من جديد على ضوء الأحداث التي تعرفها المنطقة سواء في السودان أو في لبنان أو في اليمن. وإذا كانت موجة نيوليبرالية قد أدت إلى تنييع الديمقراطية في الغرب، فإنها أدت إلى إضفاء الشرعية على السلطوية في البلدان العربية مع اختلاف الدرجات والأشكال، بين استبداد سافر وبين وضع هجين للديمقراطية، ما بين سلطوية شعبوية كما في حالة مصر وشعبوية سلطوية في تونس وأنظمة هجينة في الأردن والجزائر والعراق ولبنان والمغرب التي تتميز بما يسميه الكاتب بالشعبوية النخبوية حالة لبنان، ودول في حالة انهيار مثل سوريا، وأخرى في حالة فوضى مثل السودان، وأخرى في حالة حرب مثل اليمن، وأخرى في حالة مزيج ما بين الفوضى والحرب الأهلية مثل حالة ليبيا، والمشاركة القبلية مع محورية الجيش في حالة موريتانيا. أما دول الخليج فتتطلب التعامل بحذر مع إرهاصات الشعبوية، خصوصا بالنسبة للمملكة العربية السعودية والإمارات وقطر، فشعوب هذه الدول هي ربما من الشعوب السعيدة، والشعوب السعيدة لا تصنع التاريخ، والشعوب التي تصنع التاريخ ليست سعيدة. ثم يسجل الكاتب، لم يسجل التاريخ حسب الكاتب نجاح الفاشلة، ولا يمكن توقع النجاح لمتحورها الشعبوية ولا لأي صورة كاريكاتورية لها. بهذه الجملة يختم الأستاذ حسن أوي كتابه الذي يغري بالقراءة. الكلمة لصاحب الكتاب ليتبقى مشكورا.